اخطر ذنب، اخطر ذنب قاعد هسه في بلدنا. هسه انتوا الحمد لله البلد دي ما المدينه هنا جوا المدينه ما في ولا قبه، دي نعمه كبيره اشكر والله عليها، لكن برضه في الاطراف قد تلقى. لكن بلدنا دي اكبر ذنب يعصى الله تعالى به موجود في بلدنا، وهو الشرك بالله تعالى. يصلوا في الصلاه، الواحد في الصلاه اياك نعبد واياك نستعين، مش عاهد الله سبحانه وتعالى ما بيعبد الا الله وما يستعين الا بالله، مرقته كذي بس يعتر يا فلان الحقنا. شغل ده كيف؟ لازم ما قلت له بستعين بك براك، لانه واياك نستعين ده في اللغه العربيه الخطاب ده فيه تقديم المعمول على العامل، وده يفيد الحصر. انت ما قلت نعبدك يا الله ونستعين بك يا الله، ما قلت كذي، انت قدمت المعمول على العامل، انت قلت اياك نعبد واياك نستعين، ده حصر، انت حصرت، يعني ما بنعبد الا انت وما بنستعين الا بك انت. يقولوا تلقاه عتر عربي يا اخ، واحد كلمني قال في البنطون بتاع هناك في البحر بنطون، قال البنطون هاج كذي الناس لاوزوا، قال النساوين بيجاي والرجال بيجاي، واحد سكران في النص قاعد يكور كل الشيوخ النساوين، اي واحد تنادي في شيخ برا يا فلان الحقن وذاك الحقن، ما عارفون ان الشيوخ جت عوامين غايته جاسفوك الحقونا وافزعونا الا السكران في النص، قال يا رب غرقنا. قال له اظن الشغل ده كيف الكلام؟ قال يا اخ كلهم عكروا مزاجنا ينادوا في غير الله يا اخ، ده السكران بس ده ما مركز، والله الذي لا اله غيره، الزول ينادي الله براه يا اخ ده ما ينفع. الله قال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، الله حكم عليه ده ما بينفع، بس انت خدتها قاعده، ولا تدعو من دون الله، الله ولا دون الله، لو لقيت دعا الله معناه شغلتك ما شكو تمام، دعا غير الله اي شيء غير الله، الشرك ده ما اصنام بس، لانه في ناس هسه بيعبدوا البقر في الهند، في ناس بيعبدوا البقر، البقر اصنام يا جماعه ما اصنام، هذه المسلمين يبقى الشرك ما اصنام بس، دي قاعده لازم تفهمها، الشرك ده عيد غير الله، يا رب نجيني من الكرب، انت موحد دعيت واحد بس، يا رب نجيني واحد، يا الله ويا شيخ فلان ده واحد ولا اثنين؟ يا الله ويا شيخ فلان هذا بيقول اثنين، ده توحيد ده ما توحيد، ده الشرك ذاته. مما تعلق حجاب، الله قال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، بعد قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما تعلق لك حجاب، حجاب سكين وحجاب مطوة حجاب عقرب حجاب بقر وحجاب إناء، واحد في 17 من درمان قال في حجاب بتاع نملة، شو الزول ده كسلان كيف؟ نملة لابس لها حجاب، هسه كبيرة الحجاب ولا النملة؟ حجاب بتاع نملة، عشان كذا بيشركوا في حاجات ذاتها هايفه ذاتها.